وبهذا يا اخوان وكما ترون حصلنا على اللاعب ايبيك اخي الكريم ان شاء الله. في مقطعنا هذا يا اخوان جبت لكم ثغره جديده اخي الكريم للحصول على نسخه ليونيل ميسي او نسخ هايلايت اسطوريه من هذا الباكج، يعني الثغره سوف تزيد حظوظك اكثر من 70% للحصول على اقوى لاعب هذا الباكج. استعمل هذه الثغره واكتب لي في التعليقات اي لاعب حصلت عليه من هذه الثغره، سوف نجرب هذه الثغره معا وسوف نرى اللاعب الذي سوف نحصل عليه. المهم اول خطوه سوف نقوم بها الدخول عند الفاريس هكذا مرتين، ثم سوف ننتقل يا اخوان عند ايماليانو مارتينيز مرة واحدة والاطلاع على احصائيته، ثم مرتين عند جولدي البا هكذا، ثم مرة واحدة والاطلاع على احصائيات سيرجيو بوسكيت، ثم سوف ننتقل يا اخوان مرة واحدة عند اوتاميندي، نفس الشيء عند اللاعب أليكسيس سانشيز، ثم كذلك عند بيدرو. بعدها سوف ننتقل عند نسخة ليونيل ميسي 2015 ثلاث مرات هكذا دون الاطلاع على احصائيته هكذا ثلاث مرات، ثم سوف ننتقل عند نسخة ليونيل ميسي 2009 مرتين والاطلاع على احصائيته هكذا مرتين يا اخوان. بعدها سوف ننتقل عند ليونيل ميسي نسخة 2022 هكذا اربع مرات يا اخوان دون الاطلاع على احصائيته، ثم مباشرة سوف نقوم بالرجوع واللف ب 100 كوينز او 900 كوينز. كما ترون يا اخوان والله حصلنا على ايماليانو مارتينيز، انا كنت اظن انني حصلت على لاعب عادي ولكن كما ترون